وقد أخبر الله النبي إشعياء عن المكان الذي يمكن أن نجد فيه أول وأروع نبوة في الكتاب المقدس على الإطلاق، حيث أخبره في إشعياء 46 بأنه معلن منذ البدء عن الأخير. فهل كان ذلك محض صدفة؟ البدء هو الإصحاح الأول من السفر الأول في كتاب التكوين، أي أنها الكلمة الأولى التي اتصل بها الله مع الإنسان. فهل كان ذلك محض صدفة أم أن الله يريد أن يخبرنا بشيء؟ فما الذي أخبر الله عنه منذ البدء؟ ذلك ما سنراه معا في كتاب التكوين إصحاح 1:1 الكلمة الأولى. أعطى الله التوراة لموسى باللغة التي نعرفها الآن باللغة العبرية، وهي اللغة الوحيدة في العالم التي في الواقع تتكون من 3 لغات. الأولى تتكون من 22 سورة، وهي عبارة عن رموز أو حروف من المفترض أن يتم تجميعها لتكوين أفكار نسميها بكلمات. العبرية أيضا هي لغة أرقام، كل من الرموز 22 هي أيضا أرقام، لكل منها معنى. يعتمد المعنى على كيفية استخدام هذا الرقم في الكتاب المقدس. وأخيرا لدينا اللغة العبرية الصوتية، أقدم لغة في العالم، وهي اللغة التي تم الحفاظ عليها بعجوبة بالرغم من تشتت شعب إسرائيل في جميع أنحاء العالم. هذه هي الكلمة الأولى التي قالها الله لموسى، والتي نحتها في الحجر حرفيا منذ أكثر من 3400 عام. ضع في اعتبارك أن اللغة العبرية تكتب من اليمين إلى اليسار مثل اللغة العربية، وهي الكلمة الأولى التي اكتشف عنها في الكتاب المقدس، وهي برشيت، كلمة عبرية تعني في البداية، وهي موجودة في تكوين 1:1 الكلمة الأولى برشيت، والتي تترجم حرفيا إلى أنها في البداية. سوف نكتشف معا ما أعلنه الله عن النهاية منذ البداية. لمعرفة ما الذي أخبرنا به الله منذ البدء، علينا فك الرموز أو الحروف لهذه الكلمة. أولا، الحرف الأول هو كلمة بات، ويرمز هذا الحرف إلى بيت أو خيمة، حتى أن طريقة النطق تشبه كلمة بيت، بات، بيت باللغة العربية. كما ترون هو شكل بيت بباب مفتوح، وهي المرة الوحيدة التي كتب فيها هذا الحرف أكبر من جميع بقية الحروف. رأيي الشخصي، هذا ليس تفسير من الكتاب المقدس، هذا رأيي الشخصي، هو أنه كتب هذا الحرف أكبر من بقية الحروف ليدل على عظمة بيت الله أو الجنة أو ملكوت الرب. والباب مفتوح من رأيي الشخصي هو باب مفتوح لاستقبال كل الأشخاص لمن يسألوا مساعدة الرب. يرمز بات إلى الرقم 2، وسنأتي إلى الأرقام لاحقا. السؤال الذي نسأله هنا أو يسأله أي شخص يرى خيمة هو: من هو في الداخل؟ مع العلم أن هذا الحرف له معنى ثاني، وهو في أو في الداخل. إذن من في داخل البيت أو الخيمة؟ الحرف الثاني من كلمة برشيت يعطينا الإجابة. الحرف الثاني من كلمة برشيت هو الحرف راش، وهو رمز للرئاسة، الرأس والأمير. الحرف الثاني من كلمة برشيت هو أيضا الرقم 200، والرقم 200 يستخدم في الكتاب المقدس للإعلان عن كفاية وكمال الله، وأيضا يستخدم للإعلان عن قصور الإنسان. وبشكل مدهش، عندما نضع الحرفين الأول والثاني بات and rush، نتحصل على كلمة bat rush، وتنطق بار، وهي تعني بالعبرية الابن. إذن إلى حد الآن نحن نعلم
أن من في الخيمة هو ابن، ولكن السؤال ابن من؟ ونعلم أيضا أنه رئيس أو أمير، ولكن ابن من هو؟ الحرف الثالث من كلمة برشيت يعطينا الجواب. ألف هو الحرف الثالث من كلمة برشيت. ألف مصور على شكل ثور، وهو رمز القائد القوي الذي تم تصويره على شكل ثور. ألف هو أيضا الرقم واحد، وليس من المستغرب أن ألف هو الحرف الأول من كلمة ألوهيم أي اسم الإله، والذي نزل كأول حرف من أول آية في الكتاب المقدس. وهذا يعني وبشكل مثالي أن الله الآب القائد القوي الذي يرشد ويواجه عائلته. ولكن انتظر، هناك المزيد. عندما نضيف ألف إلى أول حرفين من كلمة برشيت نكتشف كلمة عبرية أخرى، بات راش ألف. الحروف العبرية الثلاثة الأولى من كلمة برشيت هي أيضا الكلمة العبرية بالمعنى الخلق أو الخالق. إذن يمكننا التوصل إلى من الذي في بات أو البيت، هو بات راش أو الابن. وابن من هو بات راش ألف؟ ابن الله، ولكنه أيضا خالق. الحرف الرابع من كلمة برشيت هو شين، وهو يعني الساحق أو المسحوق، ويعني أيضا المدمر والمدمر. هو أيضا الحرف الوحيد الذي يستعمله الله للدلالة على ملكيته الخاصة لشيء ما. شين هو أيضا الرقم 300، و300 هو تضخيم للرقم المقدس 3 الذي يعني الكمال الإلهي. ولكن الأمر الرائع هو أن 300 يدل على ذبيحة دموية معينة إلهية تؤدي إلى النصر على الموت. ومن العجيب أننا نجد كلمة عبرية أخرى مخبأة في برشيت. فكما رأينا الحرف الثاني من برشيت هو راش أي الأمير، ولكن الحرف الثاني الثالث والرابع هي كلمة وتنطق أيضا بالراش. وهذا ليس مجرد صدفة، والسبب هو التالي. تذكرون الكلمة بار وهي الابن، والتي كانت مخبأة في الحرفين الأولين لبرشيت أي في كلمة البيت، للدلالة على أن الابن كان داخل البيت. الآن الأحرف 2 3 و4 تكون كلمة راش أيضا، وهي تعني الأمير أو القائد، وذلك لإخبارنا أن الأمير خرج من البيت أو الخيمة. سورة بألف معنى. تلك هي الطريقة التي يستعملها الله لمخاطبتنا. لماذا خرج من الملكوت وبيتنا الأبدي في المستقبل؟ الحرف الرابع شين أو الأسنان يخبرنا أنه خرج ليدمر ويسحق من أجلنا، وبذلك يكون قد دمر وسحق الخطيئة. إذن لماذا خرج ابن الله من البيت؟ نكشف هذا اللغز عندما ننظر إلى الحرف الخامس من الكلمة برشيت. الحرف يود الذي يرمز إلى أن شيئا مذهلا سوف يحصل في الأرض، شيء سيمثل نهاية عصر ما وبداية شيء جديد. ونعرف منذ البداية أن هناك سببا لخروج الأمير من الخيمة. يود له الرقم 10، وهو الحرف العاشر أيضا من الأبجدية العبرية. 10 رقم مهم جدا، لأن المعنى الأساسي للرقم 10 يود هو أهميته الروحية، إضافة لكونه سورة اليد والتي تقوم بعمل إلهي. والرقم 10 هو واحد من 4 أعداد مقدسة، ومعناه الكمال الترتيبي. سورة اليد والذراع يخبرنا أن الله قد كتب خطة في السماء يدل عليها الرقم 10 الذي سوف يكشف كعمل عظيم يتم إنجازه على الأرض. تأمل الرقم 10 للحظة. فالصفر ليس رقما عند الله، فالله لا يعتبر الصفر في استعماله للأرقام. الصفر هو عنصر نائب لشيء آخر،
وهذا الشيء الآخر هو الوقت. هناك العديد من الأمثلة على ذلك. لذا نعرف الآن السبب. لقد خرج الأمير من منزله السماوي وهو قادم إلى الأرض ليحقق شيئا خطته أبوه السماوي وقصده في السماء. سيحدث هذا على الأرض في الوقت المحدد. ولكن ما هو هذا الشيء؟ سنقوم باكتشاف هذا الجواب في الرسالة الأخيرة من كلمة براشيت. تذكر أن كلمة براشيت هي أول كلمة في الكتاب المقدس، ولاحظ أن الحرف الأخير في كلمة براشيت هو الحرف 22 والأخير في الأبجدية العبرية. نحن نعلم إلى حد الآن أن شيئا ما سيضع نهاية لشيء ويبدأ شيئا جديد. تم تصوير الحرف الأخير في براشيت على شكل صليب، وللتوضيح كانت هذه أقدم وأول مرة يعرض فيها هذا الرمز أو الحرف العبري على شكل تقاطع أي صليب. حرف توف مصور على شكل صليب خشبي. توف الحرف الأخير من الأبجدية، أيضا الحرف الأخير من كلمة براشيت. تخبرنا النبوة أن العمل الإلهي المقرر في السماء بحسب الرقم 10 سوف يوفي بالعهد الذي سيتم الكشف عنه كعلامة تم تصويرها حرفيا على أنها الصليب. هذه العلامة ستشكل النقطة المركزية في تاريخ البشرية كلها من منظور الله. كل ما حدث قبل هذه العلامة كان ترتيبا تم تعيينه من أجل تمهيد الطريق لهذا الحدث بالذات. هو الحدث الذي يعتبره الله أهم حدث يحدث على وجه الأرض، وقد كتب الله أن يحدث في الوقت المحدد بالضبط وفي تقويمه الذي سيبلغ 7000 عام للبشرية. الإجابة عن سبب خروج الأمير من البيت هو التالي: لقد ظهر المجد وترك ابن الله بيته في السماء ليأتي إلى الأرض من أجل تحقيق خطة أبيه السماوية، وهدفه الخلاص للبشرية ولإتمام هذا الإنجاز. وضع على صليب خشبي ورفع ابن الله على جبل نعرفه بالجلجلة. الإنجاز نقض العهد الذي دخل فيه الإنسان مع الموت الذي فتح باب الجحيم، ثم حقق المسيح العهد الذي قطعه الله مع الابن ليفدي ويصير هو ذاته الباب الذي يؤدي إلى المكان الذي قال يسوع أنه سيعيد الجميع إليه، جميع الذين يحبونه ويثقون به، جميع الذين تم فدائهم بالكفارة وذبيحة حمل الله الكامل، ومقدر لنا أن ندخل بيت الله. لم يكتف الله بإخبارنا عن خطته للبشرية فقط، بل أخبرنا أيضا في كلمة براشيت عن متى سيحدث كل شيء بالضبط، أي قدوم المسيح وصلبه ومتى سيعود في المستقبل يحاكم العالم. استعمل الله الرمز يود أي الرقم 10 كلما أراد استعمال الوقت في الكتاب المقدس، فالعدد 10 يرمز إلى الكمال الإلهي. هناك عديد الأدلة في الكتاب المقدس أن الله يستعمله في كل عمليات الضرب. إذن علامة الصليب وهي 400 ضارب 10 وهي يد الله يساوي 4000. كلنا نعلم من الكتاب المقدس أن الخلق كان في سنة 3970 قبل الميلاد. إذن 3970 زائد 4000 يساوي 30 ميلادي، وهو بالتحديد وبالضبط السنة التي صلب فيها المسيح. الآن لنرى معا متى سيعود ملك الملوك ومخلصنا. نعلم أنه في المرة الأولى خرج من ملكوت السماء ليحقق خطة الآب لتخليصنا، ونعلم أن رقم الأمير هو 200. إذن 200 ضرب 10 يساوي 2000. 30 ميلادي تاريخ الصلب زائد 2000 سنة يساوي 2030، مع العلم أن عدد السنوات منذ بداية الخلق إلى 2030 هي 6000 سنة، وعدد الأحرف في كلمة براشيت هي 6 أحرف.